يا مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هلا انا بدي ساوي قعدته من يلي ارجتكم اياه بالفيديو القديم، فانتوا قلتوا لي انه يا ريت تعملي لنا فيديو عن المكونات تبعته، انه كيف ساويتي. فهلا كنت بدي ساوي، قلت لصور لكم. هلا حطيت المكونات كلها جنبي. اول شيء بدي احط بيضه. هلا هي البيضه طلعتها من البراد، يعني لازم تكون هيك درجه حراره الغرفه، عرفتوا؟ فهلا رح احط بيضه وحدين، كاسة سكر، ثلاثة أرباع كاسة الزيت. يعني انتو استخدموا كل المكونات بنفس موديل الكاسة، عرفتوا؟ مو ضروري نفس تبعي. ثلاثة أرباع كاسة الزيت، حليب كاسة، وكاكاو ثلاث معالق كبار كاكاو، وطحين كاسة وثلاثة أرباع، عارفين هيك. بيكنج بودر، رح احط هذا الظرف، وهي فانيليا، ظرف فانيليا. هلا رح اخفقه ب هي خفاق. هلا شوفوا لسه ما انخفق معي، عم بخفقه، بس لازم شغل الفرن مشان يحمى، عرفتوا؟ فرح شغل الفرن بعدين ارجع اخفقه. هلا شوفوا انا رح شغله على 180 ورح احطه من فوق ومن تحت. هلا انا الفرن عندي ما في مثل في فران هيك فيها انه تحطيها على بس من تحت، فالجاتو معروف يعني لازم يكون بس من تحت شاغل، بس هذا ما في ابدا، ما عندي انه بس من تحت، من تحت ومن فوق بس، فمضطر اني اشغله من تحت ومن فوق. وشو كمان عملت؟ وحطيت هي الصينية، هي حطيتها فوق مشان الحرارة ما توصل كتير لتحت، عرفتوا؟ يعني هيك يكون في حاجز يعني بين الحرارة بين فوق وبين هذا الجاتو. وحطيت هاي الشبك بالنص، عرفتوا؟ وهلا رح اتركه ليحمى ورح اخلط المكونات مع بعضه. هلا صبايا بعد ما خلطت كل المكونات مع بعضها هيك وصار بهذا، شايفين كيف هيك شوي جامي، شايفين هيك القوام تبعه. هلا رح اجيب الجنط هاد، فيكي انت بصينية مدورة مو ضروري يعني نفس الشكل، بس رح اجيب زبدة بدي هيك اعمل الزبدة على الجنط مشان ما يلزق، كمان على الداية. هلا بعد ما دهنت الجلط كلياته بالزبده، هذا ورق الزبده كمان انا بحط له، لانه الجاتو كتير طري فانه مشان ما يلزقوا هيك، عرفتوا؟ هي كلمه تعرفتوا ابدا ما رح اخلصكم منها، ما بحسن يعني من دونها. هلا اللي رح اعمله انه رح اقص، شوفوا هذا عملته هذيك المره لكم قصوص منهم، رح اقص على قد الجلط، بس هجيب مقص احطه هيك، بدي اياه على قد الجوت تماما، ما بدي يكون في هيك طالع حرف، عرفتوا؟ ما بدي يكون طالع شي منه مشان ما الجاتو يعني من فوق بس نقلبه ما يكون له طلعات ونزلات، عرفتوا؟ هيك على قدو، يعني هو بس مشان ما يلزق، يمكن ما يلزق بس انا هيك عشان الاحتياط، يعني للاحتياط. شوفوا هلا من هون كتير كمان رح اقصه، بس القاع بدي اياه، عرفتوا؟ عشان تقلبه يقلب معي بسهولة. هلا هيك تمام، وكمان رح اعمله بالزبدة هيك بضمن انه ما يلزق الجاتو. هلا رح صب الخليط بالبجات، هلا رح احطه بالفرن. هلا الجاتو بده شي 40 دقيقة، يعني انا هلا عيرت الموبايل على 40 دقيقة، وبعدين بس لحتى يرن الموبايل بشوف الجاتو اذا استوى او لا، يعني برجع لكم. انا رح اجري الجليات هدول كلياتهم
وضبطي، بعدين يكون بركي الجاتو يعني استوى. صبايا هلا بعد ما جليت كنست البيت، لسه ما رن التليفون يعني معيرته 40 دقيقة لسه الجاتو بالفرن، وكنست البيت كلياته. فرح ارجيكم قدي اخد، كان هو 100% المكنسة يعني كانت مشحونة 100%. هلا شوفوا قدي 60، ما بعرف هو مقلوب يعني انا عم صور بالكاميرا فبيطلع عنكم مقلوب 60، يعني هو اخد بس 40% شحن البيت كلياته كنسته، شايفين؟ فهلا رح افضي هي الخزان يعني فضيه بالسلة الزبالة، وولادي فاتوا على الحمام هرب. كمان ولادي فوتت تيم على الحمام، حمودة اللي كبير بفوت لحاله يعني بتحمم لحاله، بس تيم لسه هلا يعني شوي عم دربه. وهي هلا خلصت، كنت حاططها بس ساعة، هلا بدي فوتها لجوا بما انه كنست وهيك، حفوتها لجوا وشغلها. ريحة الجاتو كتير طلعت هيك حلوة من الفرن. هلا بقى يعني يمكن شي دقيقة لحتى يرن. صبايا رن الموبايل فلح اطفي الفرن، بظن انه بكفي. هيك الجاتو شايفينه هيك يعني ما كتير بينفوش، هيك نفاشته اكتر شي. فهلا رح طلعوا صبايا، بتحطوا هيك الخشبة بالنص وشوفوا طلعوها، شوفوا اذا مستوية او لا. هلا هون عندي اياها مستوية، فرح اقلبها على صخر السخن شوي. شايفين هيك قلب، بس هون على الطرف مو شكله. هلا كله بيزبط وقت بتقسميه وبتزينيه وكذا، كله بيزبط وبيلزق ببعضه، فعادي هو كتير طري لان يعني طري وهش، عرفتوا؟ من هون خرب شوي بس ما مشكله. هلا بدنا نقسمه، بس هنستنى ليبرد شوي بعدين بنقسمه. صبايا هلا وقت بدي اكوي هدول الكاويعات، جمعتهم ما بعرف ليش، بالعاده قلت لكم من وقت جبت هي المكواي صرت اكوي كل وجبه اكوي يلي بيطلع منها كوي، بس ما بعرف هلا برمضان هيك جمعتهم تكسلنت. الجاتو لسه هنيك، لسه هنيك على المجلى عم بستناه ليبرد مشان اعمل هي الخلطه اللي بدي احطها بقلب الجاتو. هلا لبين ما اكوي بكون برد. هلا هي المكواي اللي عم تسالوني عنها ماركت فيليبس، عم تقولوا لي انه هي شلون لقيتيها ظريفه، وفي صبايا جداد يعني فايتين على قناتي فعم يسالوني عليها. فانا استنوا سجل مي لانه انا بعبيها مي من هي اللي بنشرب منها، مشان المي اللي بالحنفيه بيكون فيها كلس مشان ما تكلس وتنتزع، عرفتوا؟ ف رح اعبيها من هي. هلا هي ظريفه بس خزانها صغير، هي يعني مشكلتي اللي انا هيك ضايقت منها. وللصبايا اللي بيكو هيك بيحبوا الكوي يكون هيك مثالي يعني 100% على الكسره، بظن انه ما تعجبهم. انا ما بتفرق معي يعني، قلت لكم انا يعني ما كتير هيك الشغل بساويه مثالي 100%، لو 70% ماشي الحال برضى فيه. فانه هذا هي المكواي بتكوي هيك كوي 70% مو 100%، فمشان قبل ما تجيبوا وتقولوا انه انا ورطتكم. هلا حطها بالكهرباء واكوي. هلا هيك حطيتها بالكهرباء بشعلها من هون، شايفين بتضوي هون احمر، وبدها تقريبا 45 ثانية لحتى تحمى. شايفين صبايا انا بعلقهم على المنشار، بعلقه هيك وبكوي. هلا هو بيجي معه هذا الكف منشان لانه الحرارة مشان ما تطلع على ايدك، بس انا اغلب الوقت بلبس كفوف بتعرفوني يعني بلبس كفوف قطن، فما كتير بستعمله، بس هلا الكفوف تكون بالغسيل فاضطر استعمله.
هيك صبايا خلصت كل الكاويات، رح اقيمهم هلا حطهم بالخزانة رجعهم لمحلهم، وهي استناها لتبرد لحتى ارجعها على الكرتونة. هلا صبايا بردت شوي فرح اقسمها بالنص، ان شاء الله ما تفرط معي لانه كتير طري وما عندي سكين اكبر من هي، يعني اذا سكين اكبر بيكون ممتاز، بس هذا الموجود عندي. هلا صبايا هدول اللي هرهق هيك حطوهم هون، لانه هلا على الكريمه وعلى الحشوه والقصص هاي بتلزق فما تخافوا، شايفين؟ هلا صبايا بدنا نحط له هيك سقسقه بالحليب والنسكافيه. ف لا لحط هون شويه حليب ومعلقه نسكافيه. هلا نسكافيه ظريف بيخلي الجاتو من جوا هيك مو ناشف، وكمان بيروح ريحة الزنخ. هلا لحكت هيك شوي هيك بكفي. هلا رح اعمل الخلطة الحشوة يعني، وفورا حطها بالنص. هلا صبايا بدنا نعمل الحشوة، الحشوة لازم تكون يعني فورا تعمليها وتحطيها على الجاتو، عرفتوا؟ يعني اول شيء اقسموا الجاتو وبعدين اعملوا الحشوة عشان ما تبرد، لانه اذا بردت بتصير جامدة وما فيكم تتحكموا فيها. هلا بدها كاستين حليب واربع معالق نشا. هلا انا ماني بشغلة تحت الطنجرة، كله على بارد تمام، ومعلقتين كاكاو مر واربع معالق سكر. هلا بس نخلطوا كلهم مع بعض لحد زبدة. هيك يعني هيك مربع زبدة، ولحط شوكولا، أي شوكولا دهن، يعني أي نوع شوكولا دهن عندك. أنا عندي هذا النوع هلا حاليا، فلحط هيك معلقة هيك. هلا حشغل تحته وحرك. هلا شوفوا صبايا شلون صار هيك جامد، شايفين؟ هلا هيك بكفي، طفي تحتهم ونكتهم على الجاتو. هلا نكت كل الطبقة هاي على الجاتو، هي وسخنة نظبطيها هلا هيك، بحيث انه كل الأراني يعني تاخد من هذا الخليط. هلا بدنا نقلبها على هاد، فان شاء الله كمان ما يفرط معي. ملزق لحام اعمله هيك بالسكين. هي الطبقة ملزقة بالصحن فعامله هيك بالسكين حتى يقلب معي، شايفين؟ هو بيفرط بس مو مشكلة، لأنه هلا كمان حنحط على وشه شوكولا. هلا صبايا لحط الحليب والكاكاو على وشه، هلا نعمل الشوكولا اللي بدنا نحطها على وشه. هلا بنحط نص هي علبة الكريمة، أنا جايبتها من بين، فلح جيب المقص وقصة احط نص العلبة. هيك بكفي، وراح احط هاي الشوكولا. هلا حشغل تحتها حركه. هلا صبايا شوفوا هيك بعد ما صارت هيك دابوا كلياتهم الشوكولا، رح اطفي تحتهم واحطهم على وش الجاتو. هلا رح ابرش من هي الشوكولا على وشها، وببرشها بتعطي هيك منظر حلو. صبايا بعد ما برشت الشوكولا على وشه هيك صار منظره، هلا رح افوته على البراد
وخليه يبرد، بعدين بس اسمه بصور لكم برجيكم كيف بيطلع شكله. انا هي تاني مره بعمل الجاتو هاد، فما كتير اخذه ايدي، بس انتو يعني طلبتوا مني انه اعمل لكم الطريقه، وهيك يعني حبيت صور لكم لو تفتفت معي وكذا، مشان انتو اذا ساويتوا وتفتفت انه عادي يعني ما تحسوا حالكم انه هدلون كيف بيعملوا جاتو بيطلع معهم هيك بهذا الشكل وما بيخرب معهم، فانه عادي مثل ما شفتوا صورت لكم كل شيء. احلى شيء هلا لكم شو صار معي، انا صايمه وعم ببرش الشوكولا على وشها، فزادت معي قطعه هيك صغيره، قمت اكلتها وبلعتها وانا صايمه. نسيت يعني، حلوه تمي والله. فانا رح احطها بالبراد وبرجع اجلي هدول الجليات. هدول الجليات طلعوا من كلهم من الجاتو. هاي رح ارجيكم الجو برا كيف ما شاء الله، فجأة هيك صار. الهواء عم تطير كل الاكياس. قضايا هون البرجر صارت جاهزة عندي، يعني بس بقيان شكلها وحطها بالفرن. انا هي الاكلة اصلا عملت لكم اياها بفيديو يعني كامل، فيلي بده ببعث له الرابط تبع الفيديو. هلا لحطها بالبراد وبس، لحتى قبل ما يقدم بشوي بطلعها وبحطها بالفرن، لانه هي بحطها انا بالفرن، يعني ما بحطها على الغاز او هي كلهم بحطهم بالفرن. هلا برجيكم اخر شيء شلون بساويها. يعني هاي صبايا صارت جاهزة عندي البرجر، شايفين كيف حطيت لها شكلتها وحطيت عليها كورن فليكس ودهنتها بالزيت. ومثل ما قلت لكم في فيديو كامل بالتفصيل، اذا حبيتوا الاكله ببعث لكم الرابط. هلا رح ادخلها على الفرن على درجه، لحط الدرجه 180، بدها شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه هيك شيء. هيك صبايا حطيتها شوفوا على بالنص يعني، ومن فوق ومن تحت شاغله والمروحه كمان. هاي صبايا صارت البرجر جاهزة، بقيان ليقدم شي ربع ساعة، فهلا حطهم بالفرن هيك مثل ما هن، نحطهم بالفرن فالجبنة بتدوب على الدجاج والبرجر وبتضل سخنة. قبل ما يقدم بثانية بطلعهم بكونوا سخنين وما أحلاهم. وهلا الصبايا بعد ما نيمت الاولاد ساويت القهوة، حطيت يعني فنجان الي ورح اقطع جاتو والولاد ياكلوا من الجاتو. فانا هلا رح ادوقه واعطيكم رايي فيه. هاسمه هقرب الكاميرا مشان تشوفوا من قدام. الجاتو كتير طري وهش، شوفوا شلون منظر الجاتو شلون كتير طري. شكرا رأيي فيه. صبايا الجاتو كتير كتير طيب وطري من جوا كتير، شوفوا شايفين كتير طري، يعني ظريف مع فنجان القهوة بعد الفطور. هلا انا رح اترككم وروح اتفرج على مسلسل، عم تابع مسلسل طبيب المعجزة، طلع حلقة جديدة قلت لكم عليها هذيك مرة، فطلعت الحلقة الجديدة رح اروح اتابعه. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم كتير، سلام.